السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إيناس. وصفتنا لليوم هي أكلة إيطالية الأصل سميتها باستيشيو ومعروفة في مطاعم كوزامية. تشهرات في هذه الأونة الأخيرة في المغرب ولا عليها واحد الإقبال كبير في المطاعم. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة الإعداد. دابا غادي نصايب البيشاميل، وكما كتشوفوا بنتي راه غتصايب لكم اليوم لا بيشاميل. ها هي هنايا حطات معلقه كبيره ديال الزبده، حطات هنايا معلقه كبيره تاع الزبده. ياك الناس واش حطيتي لهم خر؟ اول حاجه غادي نصاوبوا لا بيشاميل. حطيت هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نذوبها مزيان. كما كتشوفوها هي ذابت، غادي نضيف ليها معلقه كبيره من نشا الذره. الا ما كانتش متوفره غادي نديرو معلقه كبيره ديال دقيق ابيض الفرص، وغادي نحركو مزيان حتى يولي لنا اللون ديال هذا الخليط صفر. يعني غنبقاو نحركو فيه مزيان حتى تلبس لينا هذاك الدقيق بديك الزبده اللي عندنا ويولي على هذا الشكل. من بعد غادي نزيد ليه كاس كبير ديال الحليب. غادي نبدا نحرك مزيان باش ما تكونش ليا كتل. غادي تشوفوا هنا الطريقه، وايضا الا بغيتوا تشوفوا الطريقه جد مبسطه غتلقاو الرابط ديال البيشاميل في صندوق الوصف. كما كتشوفوا هنايا انا كنحرك مزيان، ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار والكوزه. غادي نحكو غير شويه الا كانت متوفره، الا ما متوفراش ماشي مشكل، هي كتعطي واحد الطعم زوين صراحه في لا بيشاميل. صافي، ونحرك هاد المكونات مزيان وغنتسنى عليهم حتى يعقدوا كيوليو لنا على هاد الشكل. انا ما بغيتهاش تكون عاقده بزاف، وايضا ما تكونش جاريه ليا بزاف. غادي نخليها تبرد واحد شويه وندوزو نحضروا المكونات الاخرين اللي غادي نستعملو. بعد ما حضرنا جميع المكونات حطيتهم هنا، بسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا الفريت، كما كتشوفوا هنايا اللي شديته قليته. الا ما بغيتوش تقليوه ممكن انكم تشدوه وتسلقوه. ملي تسلقوه تصفيوه وتقليه واحد شويه مع مليحه وشويه تاع البزار. هذا الشيء الا ما بغيتوش ديروا ليه الطريقه وانكم تقليوه. ايضا عندي هنا لاداند فيمي اللي شديته قطعته على هذا الشكل شرائح طوال. ايضا عندي هنايا فخوماج ساندويتش، وعندي هنايا البيشاميل اللي صيبتها معكم، وديجا كاين الرابط ديالها في القناه. وهنايا عندي الفرماج الحمر، جبن احمر، وهنا الجبن الموتزاريلا. ديروا اي نوع من الاجبال اللي عندكم او اللي متوفرة عندكم في الدار. اول حاجة بسم الله كناخدو البطاطا فريت. واخا بيبي كيما شفتو هنايا خديت البطاطا فريت، غادي نخلط معاها لاداند فيمي. غادي نخلطها بهذا الشكل بيبي بحال هكذا. اجي بحال هكذا. هنا من بعد خلطت هذا الشيء غادي ناخذ لاداند فيمي، وعفوا انت انا غادي ناخذ هاد البيشاميل صوص بيشاميل وعندي اللي على هاد الشكل غير قليل. غادي ناخذ ايضا جبن شرائح على هاد الشكل. بسم الله غادي ندير لهم هكا.
وكيف ما شفتوا حطيت الجبن شرائح على الوجه ديال هاد المكونات كامله، غادي نغطي الوجه كامل، يعني ماشي كامل كامل، المهم انتم غتشوفوا صراحه كتجي هاد الباستيشيو خطيره وغزاله اللي عزيز عليها الجبن والاجبان وعزيز عليها هاد سميتو، كتجي صراحه زوينه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا كما العاده في لي كومونتير. ودابا غادي نغطيو الوجه كامل بلا بيشاميل، غادي نغطيوه مزيان ما نخليو حتى بلاصه خاويه، ومن بعد غادي نرشو عليه الاجبال الاخرى اللي باقا لينا، الجبن الاحمر وايضا الموتزاريلا. الا كان متوفر غير نوع واحد غادي نديرو نوع واحد. كما قلت لكم دابا غادي نغطي الوجه كامل بالجبن الاحمر والموتزاريلا، غادي نخلطهم مزيان. الصراحه راه اكله سريعه كما كتشوفوا وبنينه بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوها، بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا كي كتجي. سخنت الفران على درجة حرارة 180، ودابا غادي ندخلها لتحت شوية طيب غير واحد شوية، يعني داك الفريت يكمل غير الطياب ديالو غير شوية، ومن بعد غتحمر من الوجه ديالها صافي ونخرجوها، يعني لما كتاخدش الوقت بزاف تقريبا 10 دقائق ونخرجوها. الباستيشيو ديالنا ها هي وجدات، كما كتشوفوا رائعه، المنظر ديالها كيشهي، وايضا حتى المذاق ديالها رائع بزاف بزاف، كما كتشوفوا كتجي محمره من الفوق وغزاله. كما كنقول لكم دائما احسن حاجه هي اننا نصيبوها في دارنا، نعرفوا المكونات ونجيو نصيبوها في دارنا، نعرفوا اش فيها، نعرفوا اش كنوكلوا وليداتنا، ما فيها باس مره مره كناكلوا من الزنقه، ولكن اللهم نصيبوا حاجه في دارنا وعارفين اش فيها. كما كتشوفوا انا حليتها لكم او لو وريتكم الداخل كي كتجي على هذا الشكل، مذاق رائع لا يقاوم وكيستحق التجربه. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا ليه جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. ودابا نقول لكم السلام عليكم، خليتكم في رعايه الله في حلقه جديده مع شهوات ام ايناس. السلام عليكم.